هل التسنين بيسبب ارتفاع في درجة الحرارة عند الأطفال؟ الأمهات بتربط بعض الأعراض اللي بتظهر للطفل بالتسنين. بعض من الأعراض دي بيبقى فعلا جاي بسبب التسنين، وبعض الآخر ملوش أي علاقة بالتسنين، وده اللي هنعرفه الحلقة دي إن شاء الله. أنا دكتور حازم رجب، استشاري طب الأطفال. أعراض التسنين اللي بتيجي مع الطفل في فترة من 5 شهور لـ 8 شهور أو ممكن قبل كده، اللي هي زي سيلان اللعاب، اللي الريالة بتزيد، الريالة دي ممكن تعمل تسلخات حوالين الفم. كمان الطفل ممكن يقعد يعضعض في صوابعه أو أي حاجة بيقابلها، ده عشان بيخفف الألم بتاع التسنين. وبعض الأطفال برضو بيقعدوا يشدوا في ودانهم أثناء فترة طلوع السنان، وممكن الأنف يبقى فيه شوية سيلان بس ما بقاش معاه حرارة عالية ولا يبقى معاه كحة شديدة. البراز كمان الأمهات بتربط إن أي إسهال مع الطفل بيبقى نتيجة للتسنين. الفكرة مش كده خالص، هو البراز بس بيبقى لين، وممكن عدد مراته بيزيد بشكل طفيف، بس حالة الطفل كويسة ومعهوش ترجيع ومعهوش ارتفاع شديد في درجة الحرارة. كمان بعض الأطفال بيحصل لها تسلخات أثناء الأسنان، وده يرجع لأن اللعاب قلنا بيزيد. اللعاب ده لما الطفل بيبلعه بيخلي البراز بدال ما يبقى قلوي بيبقى حامضي. الحمض ده لما بينزل على منطقة الحفاضة بيعمل شوية تسلخات. الحرارة بقى بتاعت الطفل، ده موضوعنا في التسنين، بتبقى ما بتزيدش عن 38 درجة. فما تجليش تقول لي ان طفل درجة حرارته 39 تقول لي ده عنده تسنين.